ياباني يتظاهر بمفرده يوميا لدعم غزة منذ 50 يوما. الناشط الياباني فوروساوا يواصل احتجاجاته اليومية منذ حوالي 50 يوما دعما لغزة ورفضا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع المحاصر. يفضل فوروساوا التظاهر أمام متاجر الماركات الشهيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، وكذلك أمام سفارة الولايات المتحدة وإسرائيل ووزارة الخارجية اليابانية. بعد انتهاء عمله اليومي يقف فوروساوا حاملاً لافتة كتب عليها أوقف الإبادة الجماعية في غزة، ويعلق لافتة أخرى حول رقبته تطالب بوقف إطلاق النار. فوروساوا يقف بصمت بمفرده في الأماكن التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة بهدف لفت انتباه سكان المدينة إلى المجازر في غزة. يستمر في احتجاجاته بلا انقطاع حتى في ظروف الشتاء القاسية، وينشر لقطات من احتجاجه الصامت على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.